البعض ربما يتشدد في موضوع أني لا أريد أن أكون مرائيا لزوجتي لأبنائي، فيحاول أن لا يفعل بعض الأعمال الصالحة التي داخل البيت إلا إذا كان لوحده، ويشق ذلك قليل أن يكون لوحده، فربما يفوت عليه الأجر ويفوت عليه الأعمال الصالحة. لا، هذا ليس مطلوبا، بالعكس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل أمام الصغير والكبير في بيته، فشهدته عائشة وهي في بيته، وشهده عبد الله بن عباس وصلى معه، وصلى بعض أصحابه معه في قيامه. الشأن فيما في قلبك، ولا تترك العمل لأجل الناس كما لا تعمل لأجل الناس. أنت إذا محطت النية والقصد وعلمت أن الذي يعطي على العمل ويثيبه يثيب عليه والله عز وجل، لم تلتفت إلى سواه، نظر الناس إليك أو عدمه سيان في 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 كونه يحملك أو 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 أو, أو يردك عن العمل. ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم، سمى ظهور العمل للناس بشرى لما يبلغ الإنسان من الذكر الحسن بعمله الصالح، كما جاء ذلك في ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير؟ العمل من الخير يشمل كل أعمال الخير، سواء المتعدية أو القاصرة، الصلاة أو الصدقات أو غير ذلك، ويحمده الناس عليه دون طلب منه بالتأكيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المسلم. ولهذا إذا كان هذا في العمل الخارجي، فكيف في العمل الداخلي، عمل الإنسان في بيته؟ ثم إن من الأعمال ما طبيعته ألا يخفى، فينبغي الإنسان يعود نفسه في أعماله كلها ألا يبتغي بذلك إلا الله عز وجل، ويحرص على إخفاء عمله الذي الأصل فيه الإخفاء. أما أن يمتنع من الصلاة في بيته أمام أولاده أو لأجل، فهذا ليس محمودا وليس من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.